رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب والله من تمسك بكم أمنا والله من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أضحى الفؤاد كوالهن مفجوعي أضحى الفؤاد كوالهن مفجوعي وجرى على خدي سيل دموعي لما تذكرت الحسين مولاي أبا عبد الله لما تذكرت الحسين وقد رهنا نحو البتول بساعة التوديع تجري مدامعه بطرف خاضع تجري مدامعه بطرف خاضع والثغر يذكر اسمها بكل خشوع. ايش يقول الحسين لأمه؟ أمه ما أروع هاي الكلمة. أمه ها أنا راحل لا عن قلم لأذوق غصة قلبك المفجوعي. أمه إن كان ضلعك هشمته يد العدا فغدا ستهشم في الطفوف ضلوعي. زهراء إن ذبحوا جنينك في الحشا إن ذبحوا جنينك في الحشا فعلى يدي سيذبحون رضيعي. إن تدفني ليلا فجسمي بالعرب يبقى ثلاثا مرملا بنجيعي. اقلها قصدتك يا الحنونة وياك وسط القبر ضميني
ما تدرين يا زهرة بجور الدهر ما ذيني وقع فوق القبر يصرخ دقومي نشفي دمعي أنا العزيز أمه وقع فوق القبر يصرخ يا يمه نشفي دمعي مثل ما طاحت الزهرة على قبر النبي تنعي آه يا مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعي يا مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعي ضمين بوسط قبرك أسليك وتسليني أنادي والقلب مفجوع يا زهرة ارحمي حالي دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي ولن الصوت يا حسين غالي الولد غالي أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني حبيبي حسين ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينصدع بس ما تشوف الضلع المكسر لكن بنتلاقى هناك يا ابني بعرصة المحشار إذا شفتك بلي راس واقف ما تحاجيني أنادي يا زهرة وما تجيبي يلا حبيبي أنادي يا زهرة وما تجيبين أنا حسين يا زهرة أنا حسين يا زهرة نادت ودمع العين كالعين على حسين وحزني بعد على حسين وحزني على يا ابني أنا ربيتك وسط حجري وسقيتك من لبن صدري لمصيبتك لدموع تجري حسين تمنيت أنا المقطوع نحري تمنيت أنا المقطوع نحري تمنيت أنا المرضوب صدري ولكن الأمر لله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. في هذه الآية تصريح من قبل الله جل وعلا بأن السبب في خلقة الحياة أو الموت والحياة في دار الدنيا أن يبدع الإنسان أحسن ما لديه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المطلوب من الإنسان أن ينتج الأحسن، أن يوجد الأحسن، أن يصمم الأحسن، أن يكون الأحسن. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا وشهوة لأنه بالعقل والشهوة يكون الأحسن، ومن دون أحدهما لا يرتقي إلى مرتبة الأحسن. شوف مثلا حينما أعطاك الله هذا العقل أعطاك إياه حتى تكون أحسن من بقية الكائنات التي تعيش على وجه الأرض، تكون أفضل من البهائم. البهائم لا عقل لها. لاحظ إذا أردت أن تذكر أمام إنسان حيوان من الحيوانات تقول أعزك الله، تريد تقول لك كلب تذكر حيوان الكلب أمامه تقول كلب أعزك الله، كلب كرمك الله، صحيح ولا؟ هاي مو فقط في الكلب والخنزير أعزكم الله، وإنما في كل الكائنات، في كل الحيوانات تسري هذه القاعدة. ليش؟ لأن الله كرم الإنسان بالعقل على هذه الحيوانات، ولقد كرمنا بني آدم. سؤال: إذا أردت أن تذكر ملكا في قبال الإنسان تقول للإنسان كرمك الله؟ لا تقول. تريد تقول جبرائيل تقول له بعد كرمك الله أعزك الله؟ أبدا. ليش؟ لأن الملائكة هي عقل، أنت لست مفضلا على الملائكة بعقلك. لا نعم ربما يسمو الإنسان في درجته على درجة الملك ولكن ليس بالعقل، بالشهوة، بالشهوة. لشرف العلم والعلماء صلوا على محمد وآل محمد. فالإنسان الله كرمه على الحيوانات بعقله وشرفه على الملائكة بشهوته. الملك يصل إلى درجة عالية، صحيح مقام الملك رفيع عند الله جل وعلا، لكن الملك وصل إليه من دون منازع ينازع عقله أو يشوش عليه طريقه. أما الإنسان الذي وصل جاهد ذاته وجاهد نفسه وجاهد شهوته حتى وصل إلى المرتبة التي وصل إليها الملك، من يكون أفضل؟
لاحظ الإنسان. لذلك صريح كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الله تعالى خلق الملائكة وركب فيها عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم وركب فيها شهوة بلا عقل، وخلق بني آدم فركب فيه كلتيهما عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من البهائم. يعني بالعقل تستطيع أن تتسامى فتكون أفضل من الملك المقرب، وبالشهوة تستطيع أن تتسامى فتكون أفضل من الملك المقرب، وبالعقل تتسامى فتكون أفضل من البهائم. لاحظ. إذن الإنسان بعقله وشهوته معا كان الأحسن، فعليه أن ينتج الأحسن من خلال أن ينتج الأحسن من خلالهما. شلون؟ في كل شيء، هاي قاعدة في كل شؤون الحياة، في كل مؤسسة. تصور في مؤسسة من المؤسسات، مدير المؤسسة مرة يعامل الموظفين بعقله فقط، أوامر تنفيذ قانون وما شاكل ذلك، ومرة يعاملهم بالعقل والشهوة، يعني بالعاطفة، قبل أن يأمر يقدم أخلاقا، يقدم حبا، يقدم مودة. الذي يتعامل بالعقل والشهوة، بالعقل والعاطفة، ينتج الأحسن. خلي عندك أستاذ في المدرسة يعلم التلاميذ بس عقل، بس عقل، معلومات معلومات معلومات، وأستاذ آخر قبل أن يعطي الطالب معلومة يعطيه حبا، يعطيه ألفة، يعطيه مودة، يحسسه بأنه يستشعر ألم مستقبله ويهمه أمره. لاحظ. هذا مدرس يتعامل بالعقل، وهذا مدرس يتعامل بالعقل والعاطفة. صحيح المدرس الأول قد ينتج طالبا متميزا حسنا، ولكنه لا يستطيع أن ينتج الطالب الأحسن. هاي القاعدة تسري، والله تعالى أراد منك أن تسيرها وأن تجريها في كل شؤون حياتك. تريد أن تؤسس عائلة، تريد أن تؤسس عائلة، بيت، هاي شركة، هاي مؤسسة، تتزوج، البيت لا ينهض والعائلة لا تتكون إلا من خلال أب وأم. تقدر تألف عائلة بس من رجال؟ تستطيع تألف عائلة بس نساء؟ ما يصير. رجل وامرأة، الرجل في البيت يمثل العقل، والمرأة في البيت تمثل الشهوة، تمثل العاطفة، تمثل الحب. فإذا ائتلف العقل والعاطفة في البيت أنتج الولد الأحسن، أما إذا تأثر العقل أو العاطفة صار بينهم خلل، عدم انسجام، هذا يترك تأثير حتى على الولد. لاحظ. ومن هنا يجب أن يتآلف قلب الأب مع قلب الأم، بعد ما يكون واحد واثنين ثنينية موجودة، لا، تتحول هذا الأب وهذا الأم إلى كتلة واحدة. لاحظ. وأنت أيها العزيز الآن، أنت شاب، أنت رجل، أنت كبير في مقامك، حبيبي الفضل يعود بعد الله إلى أبيك وأمك.
هذا الحسن الذي تتمتع به في حياتك إنما مرده إلى ذلك العقل وتلك العاطفة. في زمن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي الله موسى يلتفت وإذا يرى شابا عاقا لأمه، كان يجرها على الجبل فكانت تدمى أقدامها، تعرف أشواك حجارة، ويجرها قدم أمه تمزقت سالت الدماء من أمه، ما كان يستشعر ألمها، لا لأنها لم تكن قطعة من قلبه ومن كبده. نعم هي التي تستشعر ألمه لأنه قطعة من قلبها. كان يرى الدم ويسمع أنينها وما كان يتألم، كان يجرها إلى أن ألقاها على الجبل، أراد ينزل. في أثناء نزوله أصابته شوكة في إبهام قدمه، تأملوا أيها الأحبة، شوكة أصابته في إبهام قدمه فصرخ مرة واحدة، ردة الفعل الطبيعية، قال آخ. هاي الكلمة آخ اللي طلعت من فمه سكت مسامعه، مو أذن أمه، قلب أمه، فانجرح قلبها. التفتت إليه قالت ولدي ضع بصدري قدمك، ولدي ضع بصدري قدمك، ليت بقلبي ألمك. سؤال، ألم القدم أعظم أم ألم القلب أعظم؟ ألم القلب. ما قالت بني ضع بصدري قدمك ليت بقدمي ألمك، قالت ليت بقلبي ألمك. يعني من شدة عاطفتها وحبها لولدها مستعدة تتحمل كل آلامه، كل آلامه، وين؟ في قلبها. ولا تصيب شوك في إبهام قدمه أو إصبع يده. هاي الأم وهاي مكانة الأم. السيد فضل الله رحمة الله عليه يوم توفت أمه كان عمره 50 سنة، يوم توفت أمه كان عمره 50 سنة، فكان يبكي على قبرها، قال هذه الكلمة، قال الآن فقدت طفولتي. سمعوا العبارة، الآن فقدت طفولتي. في مقابلة في التلفاز تسأل المقدمة، تقول لسيدنا يوم ماتت أمك كان عمرك 50 سنة وأنت كنت تبكي على قبرها، تصيح وتقول شنو فقدت، الآن فقدت طفولتي. سيدي أي طفولة وعمرك 50 سنة؟ شلون؟ قال هاي الكلمة الرائعة، قال الولد مهما يكبر ويعلو ويسمو في مقامه لا زال صغيرا في عين أمه. صغير مو في المقام يعني تعتبر جاهل بتعبير، لا لا مو هاي القضية، وإنما تراه صغيرا يحتاج إليها وإلى حنانها، يحتاج إلى عطفها ودلالها. يقول الآخر حياته كانت تدللني، تدللني ها، وكأني لازلت صغيرا. بعد أن تذهب الأم من يدللك مولاي؟ من الذي يعطف عليك كعطفها؟ ما تحصل. مهما يتودد إليك الآخرون والأخريات، صحيح ممكن أن تعوض الخالة أو الأخت أو العمة أو زوجة الأب أن تنهض في هذا المقام فتعوض، ولكن لا تستطيع أن تعوض وجود الأم. ممكن شوية من حنانها المفقود تعطيك، ممكن شوية
من الرحمة التي كانت في قلب الأم تغذيك، ولكن أن تعوضك عن الأم لا يمكن. لاحظ، ولذلك شوف وصية الزهراء فاطمة بأبي هي وأمي في آخر وصية لها، قالت يا أبا الحسن وأوصيك بالحسنين خيرا، الحسن والحسين، فلا تصح في وجهيهم. ليش؟ قالت فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين، بالأمس قد فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما فاطمة. الذي يفقد أمه يعيش غريبا، يعيش منكسرا، ولو كان في عشيرته وقومه وأهله. جزى الله أمهاتنا عنا خيرا، يرحم الماضي من أمهاتنا ويحفظ الباقين إن شاء الله ويطيل في أعمارهم. ترى الأم تبقى تاج على رأس الولد، مثل الأب أيضا يبقى تاج على رأس الولد، وحتى لو كانت في قبرها هي تاج وعز لك أيها الإنسان ليكون تتخلى عنها. واليوم احنا مفجوعين بأم، صحيح لو لا؟ لكن مولاي إذا قرنت المصيبة بمصيبة فاطمة الزهراء، بعد حبيبي جرحك يتبلسم، بعد هذا الجرح ما يبقى. صحيح هذه الأم عزيزة، ولكنها بنفسها تتشرف أن تكون خادمة لفاطمة الزهراء، صحيح لو لا؟ حصلت تشيع الحمد لله. سؤال، هل وجدتم في صدرها ضلعا مكسورا؟ لا. تم إسقاط جنين منها؟ لا. حصلت تشيع لو لا؟ حبيبي الزهراء كم وحشيعها. الزهراء ضربت أمام ناظر أولادها، الزهراء عصرت أمام أعين أحبتها. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه يقول جاءني الإمام الحسن في المنام، الإمام المجتبى، قال لي شيخنا ليش ما تقرأ مصيبتي مع أخي الحسين؟ قلت سيدي أنا دائما أقرأ مصايبكم. قال شيخ إنما قصدت مصيبتنا يوم الهجوم على دار أمنا فاطمة، يوم الهجوم. أنا عمري 8 سنوات صغار، أخوي الحسين 7 سنوات. شيخ هجم القوم على دارنا أسقطوا أمنا. يا شيخ تحيرنا، مع أنا مع أخي الحسين ماذا نفعل؟ أنا أبقى مع أمنا فاطمة وهي تلوذ بنفسها، أم نتبع أبانا علي؟ متحيرين، نقعد ويا الزهراء ونخلي أبونا لو نلحق بأبينا ونترك أمنا بهذا الحال؟ لذلك الزهراء وقت اللي أولادها موجود كانت تجلد نفسها، ما تبكي أمام أولادها، لأن تعرف إذا تقول آه هاي الآه تكون طعنة بقلب ولدها، تريد تبلسم جراحها وجراح أولادها، ما تريد تلشم الجراح. ويجي الحسين سلام الله على الحسين ويدخل عليها وهي مغمى عليها فيتعلق بقدميها يقول أمه كلميني ولو كلمة واحدة تردين بها روحي إلى بدني، ينحني عليها يقبلها، يتمنى آلام أمه كلها نازلة على قلبه. شي يقول لها؟
يقول لها قبل ضلوعك تمنيت ضلوعي تنكسر بالباب، قبل ضلوعك تمنيت قبل ضلوعك تمنيت ضلوعي تنكسر بالباب، وراسي من قبل محسين يتهشم على الأعتاب، درد جواب يا يما إلى وليدك درد جواب، ترى الحسين يم حسين اش كثر الصوتك واش كثر والهان. افاقت فاطمة نظرت الحسين يبكي ضمته اليها قبلته صاحت يا يم حسين اوجاعك علي زيدة الاوجاع، يا يم حسين اوجاعك علي زيدة الاوجاع، ويا ريت تكسر ضلوعي يسلم منك الأضلاع، وهتك قناعي من بعده اختك يبقى لها قناع، وهتك قناعي من بعده اختك يبقى لها قناع، ونيران اللي فيه داري عن خيامك تصد نيران. يا ابني يا ابني اللي رفس بطني بيتربع على صدرك، يا ابن اللي رفس بطني بيتربع على صدرك، ومحسن طيحته اهوان من طيحتك من مهرك، رغم عذري حكيت وياك. شوفني حسين أني مجروحة، شفت آلامي أني ما أقدر أحكي ولدي، لكن أني تجلدت حكيت وياك حبيبي. حبيبي أنا عندي سؤال، يوم العاشر من المحرم إذا وقف الزينب على التل تبكي أخي حسين، ما لك لا تجيب زينب؟ تقل رغم عذري حجيت وياك، لكن لختك اش عذراك اذا ما سمعت جوابك حين تحط هالعدوان. اجابها الحسين شي يقل لها، يقل لها يوم الدار يا يمه ما بشوف مثل يوم، وعاشر عندي ما يعادل، اسمع، وعاشر عندي ما يعادل يا يمه وجهك الملطوم، يا ريتك ما يظلمونك واظل طول العمر مظلوم، يا ريتك ما يظلمونك واظل طول العمر مظلوم، ولا انظر الى جسمك يا زهراء ينعصر بجدار،
ولا أنظر إلى جسمك يا زهرة من الضرب نحلة يا يما أريد أسايلك يما. اسمع هذا السؤال، اسمع الحسين شي يسأل أمه، اقلها أرد أسايلك يما حين الهجمة وعلى الدار وعصرك باه وعصرك بالجدار وانتي ما عليك اخمار صحيح بصدرك الطاهر يا يما نبت مسمار اخ اريد اسايلك يما اريد اسايلك يما حين الهجمة وعلى الدار وعصروا جسمك بالجدار وانتي ما عليك اخمار صحيح بصدرك الطاهر يا يما نبت مسمار وصحيح المرتضى جالس وخدك يلطم الخوان شافت مفجوع ضمته الى صدرها تحملت كسرة ضلعها صاحت ولدي حسين لا تبكي يا نور عيني ولدي حسين شوية شوية حبيب قلبي تريد تخفف عليه شو تقول له تقول له حسين يوم الدار يوم الدار يا وليدي ما هو اشد من الطفوف لا حسين ترى الكفوف اكو مصائب بيها جايه بالطريق ولدي تقل لي يوم الدار يا وليدي ما هو اشد من الطفوف ولطمت وجهي تلقاها اسمع اسمع ولطمت وجهي تلقاها بحجر يرميها ابوه لحطوف يصك جبهتك وتحاول الدم تمسحه وشوف يجيك السهم المثلث يطفي يفتت قلبك اللهفة يجيك السخم المثلث يفتت جبدك اللهفة ولدي حسين ومن الطيح من مهرك يجي كافر بدون احساس يتربع على صدرك اخ اخ ومن الطيح من مهرك يجي كافر بدون احساس يتربع على صدرك ومنك يخمد الانفاس يحز بسيفه داجك وعن جسمك يشيل الراس يحز داجك بسيفه وعن جسمك يشيل الراس وتاليه ولدي بالخيال يرض صدرك اللهفة هذا موقف الحسين موقف زينب دقيقتين ونسألكم الدعاء هذا موقف الحسين أما زينب هذا موقف الذكر تعال شوف موقف الأنثى أما زينب ف
فأسرعت نحو أبيها فتحت باعها. جلس علي على الأرض فتح باعه ضم زينب إلى صدره. نعم بنيك حبيبتي ما عندك. صاحت مأجور مأجور يا علي بويا اتقل ابويا شمعة رسول الله انطفت عنك يا ابو حسين. صفق الايادي ما يفيدك يا حمل جار محبوبتك هذه ومشكات النبوة محبوبتك هذه ومشكات النبوة ومن بعد عين أم الحسين مالك سلوى. شوف الذي بالحطاب جاكم السوى. لا ويش خليته على بابك يشعل النار. آخ الباب يا حامل حمى بالعجل شيله ما نقدر نشوفه عقاب عين البتول. خلنا يا بويا نفارق الحجرة الليلة. أمنا توفت والسبب رفسة الغدار. اللهم تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق حبيبك المصطفى محمد والآل صلواتك ربي عليه وعليهم أجمعين. اقضي حوائج المحتاجين أد ديون المديونين إمن بالشفاء العاجل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. شافي مرضانا داوي جرحانا. إلهي فك أسرانا إلهي فك أسرانا إلهي فك أسرانا. رد كل غريب إلى وطنه وكل مفصول إلى عمله وكل أسير إلى أحضان أمه وأبيه وأهله وعشيرته. يا الله اللهم ارحم موتانا لا سيما السعيد المتوفى التي اجتمعنا لأجلها وبسببها. اللهم جاف الأرض عن جنبيها. إلهي خفف عليها ثقل الثرى. نور يا ربي قبرها بنور محمد وآل محمد. إلهي جازفها في الحساب مجازفة ولا تناقشنا وإياها يا ربي مناقشة وارحمنا وإياها بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روحها وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.